السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي شو اسمك؟ ناهدة. أختي ناهدة كنت مصابة بأي مرض؟ مرض السرطان بالكلى. الله أكبر. قبل كم شهر جيت يمي؟ قبل 6 شهور. نعم. قبلها تعالجت. نعم. ورجع لنا الطبيب شو قال لنا؟ قال لي كل شيء ما بيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمي كان عندها مرض سرطان قدام 6 شهور قبل جاي يمي. هسا رجع للطبيب الطبيب قال ما راكي سرطان. شيء ذا كانسر ناو فيري فيري جود. ما ضرب الكيمياء ولا شيء. ما ضرب الكيمياء. اللهم صل على محمد. ناو فيري فيري جود. الله يعافيك الشيخ. ذاك مشير فجاه تشابو بلا مو درجه تشابو استاذ علي سمو دكتور يبالي بمر ساعه كل تشابو. وصلى الله على سيدنا محمد ما صلى هذا الشيء بنفسه في رمضان. هذا القران شفاء. ماما مبروك لك استغفر الله امي. وصلى الله على سيدنا محمد وال محمد.